ناس يوم القيامة يأتون طبعا. وبعدين ده شوف حضرتك دي عبء ومسؤولية يوم القيامة فعلا. يعني انت دي مش حاجة سهلة الذين تخضع على أيديهم حوائج الناس ده يظلهم طبعا أكيد يوم لا ظل إلا ظل. وإحنا طبعا مش طامع والله العظيم والحمد لله. أنا بحب الناس والناس اللي تعرفني كويس تعرف مين هو عبد الواحد في تعامل. أنا مش طامع لا في كرسي ولا في جاه إلا إني أكون. يعني أنا ممكن في بعض الأمور اللي خلتني أنا أنزل الانتخابات وترشح بعض الأمور اللي هي شايفها شايف ناس مش قادرة توصل للصوت بتاعها للمسؤولين. أنا عاوز أكون حلقة وصل ما بين المسؤول ما بين المواطن. تمام. وده في كل مكان بروح وبقول أنا بابي مفتوح سواء ربنا سبحانه وتعالى وفقني أو مش يعني. والحمد لله الناس اللي تعرفني تعرف أنا اللي بعمله مع الناس. جزاك الله خير. الله يكرمك. طب في النهاية يا أستاذ عبد الواحد إيه الرسالة اللي تحب توجهها للناخب لما يروح اللجنة؟ الناخب أولا مرشح عن دائرة محافظة السوهاج. أولا والأهم أنه بطالب الناس كلها تنزل انزل وتشارك في الانتخابات. طبعا. يعني حتى عشان المنظر العام بره أولا. طبعا. عشان يا أخي اعتبرها فسحة معاك وقول رأيك صح أو خطأ أو هتعطي مين قاعدتك في البيت دي مش هت... لا انت تعتذر يا عمي انت راضي يعني مش راضي عن حاجة. تمام. طب وبعدين انت مش راضي عن الحاجة دي تسكت؟ لا طبعا. لا انت قول رأيك أعبر بأي طريقة كانت تكون كويسة وتليق بمصر. نعم. أهم حاجة احنا عاوزين نرجع مصر والكيان المصري مرة تانية. وعاوزين نرجع إن شاء الله بنقول يا رب بشبابها وبجهودها وبناسها ترجع مكانة مصر تبقى مصر هي إيه في العالم. صحيح. ده اللي مطلوب إحنا نعمله. لكن إنك أنت تبقى سلبي ما ينفعش. ودور الشباب ده مش وطني. أيوة دور الشباب برضو التوعية. صحيح. في ناس عندنا طيبة جدا. أنا دور الشباب كشباب أوعي الناس إزاي تطلع وتصوت. تمام. إزاي الطريقة اللي هي هتصوت بيها. تمام. عشان صوته ما يبطلش. تمام. أنا أقف مثلا بدي أشارك فيه والدي مسن في والدتي مسنة في واحد قريبي تعبان أساعده وأخده بإيده. ده دورنا إحنا دور الشباب اللي هو يتكاتف. تمام. يعمل أنا مش نشر الوعي والثقافة. نشر الوعي أنا ما كنش ضد حد. تمام. أيا كان هو مين أنا أساعد بقدر المستطاع. ده الشباب الواعي وعاوزين نعمل جيل يليق بمصر ومكانة مصر. صحيح. نشوف إحنا القيادة السياسية بتعمل إيه لمصر. بتبذل جهد بتبذل جميع الجهد وبتبذل في الليل والنهار شغالة بحيث إنك تعمل لك حاجة. حملات في كل مكان. حملات ومشاريع وكل حاجة بتخدم في ظل ظروفنا إحنا الحالية. تمام. اللي إحنا موجودين فيها وفي ظل التكاتف والتكاتل على مصر وتضييق يعني مش عارف أقول لك يعني إيه. أي والله العظيم فإحنا ربنا يعيننا على اللي إحنا فيه. طيب ربنا يعيننا بس هنقعد؟ لا طبعا. ولا نعمل؟ نعمل. عشان ربنا سبحانه وتعالى اعملوا فسير. أيوة. الله عملكم. ربنا سبحانه وتعالى شوف لما قال لك يعني ايه السيدة مريم العذراء في حالة المخاض. يعني شوف الحدث الكبير الجلل الحمل والضعف اللي هي فيه ده كان شوف الحمل كله كان عادي. لكن عشان ينزل لها أكل قال لها هزي إليك بجزء خذ السبب. أيوة. يعني أنت أيوة هز. هل هي في الضعف اللي هي فيه هتعسر هي على جزء النخلة؟ لا طبعا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خذ بالأسباب. صحيح. هعمل إيه